لا صافي مدينة مدينة عندنا مدينة قابديش. مشاهدينا الأوفياء، مشاهدي المغارب نيوز، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معنا على المباشر أحد اليوتيوبرات واليوتيوبرز معروفة، اللي هي نعيمة الجوك. نعيمة الجوك اللي كتستضفنا اليوم في المنزل ديالها، تواصلت معنا باش تحاول أنها تعطي بعض هي حياة ديالها كقصة وكعبرة لأي فتاة وأي شاب بصفة عامة وفتاة بصفة خاصة، اللي باقا كتحاول أنها تفكر كما كنقولوا بالدارجة العامية ديالنا أنها تخرج للطريق. معنا نعيمة اليوم اللي تشارك القصة ديالها مع المتابعين الأوفياء ديالنا، وكذلك مع المتابعين الأوفياء ديالها هي، اللي صراحة اقتحمت العالم ديال السوشيال ميديا، والحمد لله بدات كتحقق فيه. الحمد لله بداو كيتبعوا المتابعين ديالها اللي الحمد لله اللي كنقولوا نقيين. فكنتمنى انكم تتابعوا معنا اللقاء ديال نعيمة. نعيمة السلام عليكم. السلام عليكم. كيداير اختي نعيمة؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بينا عندك ياك؟ مرحبا بكم في الدار الكبيرة. الحمد لله. اختي نعيمة، الحياة ديالك والقصة ديالك الحمد لله عبرة. يعني صراحة دوزتي واحد الحياة اللي ربما باقيين بعض الشابات الآن اللي كيتمناوها، باغيين يولجوا هذا العالم هذا، ولكن بالنسبة لك أنت كتاريخ ربما ما غاديش نقولوا تاريخ أسود بقدر ما غادي نقولوا واحد التاريخ اللي ربما أليم، وتاريخ اللي ربما كتمنى تنساه. فكنتمناو أختي نعيمة أنها تشارك معنا القصة ديالها بواحد الاختصار مقتضب كما كنقولوا. باقي غنجلس معك شي حلقات طويلة إن شاء الله، ولكن بغيناك تسوقي الحياة ديالك وتعطي شي رسالة لبعض الشابات اللي باقي الآن كيوجهوا هذا العالم هذا. الرسالة ديالي غادي نوجهها لهذا الشباب وهذ الشابات. أول حاجة بغيناك تقول لنا شكون هي نعيمة؟ نعيمة إنسانة بنت الشعب، نعيمة عادية بحالي بحال أي دري اللي دوز الحياة ديالي الطبيعية، هي ما نبغيها حتى شي وحدة. القصة ديالي العالم كله ولا كيعرفها وكلشي كيتعاطف معايا، وكنشكرهم من هذا المنبر. وتحية ليك انت ولدي الماء، وتحية للشركة ديالك اللي تاهي قبلتني وصادفتني. وانا الحاجة الوحيدة اللي كنطلب من هاد الشباب وهاد الشابات ديال اليوم انهم يدخلوا سوق راسهم ويبعدوا من البلية. وانا ديما كنقولها اليوم ملي كيكونوا كيتفرجوا فيا، انا كنقول لهم ما تفرجوش فيا انا، ما تشوفيش لي انا في وجهي، ما تشوفيش لي في اللي شوفي لي فمي اشنو كيقولوا، شدي لك شي ودخليها راسك. والحاجه الزوينه اللي دوزتي نبغيك دوزيها، الحاجه الخايبه اللي شفتي في القصه ديالي نبغيك بانك تستافدي منها. تاخذي الايجابيات وتحيدي السلبيات. نقدر انا حيت انا ما كنهضرش بحال هكا، نهضر معاهم ماشي مشكل. لان الناس انا كيعرفوني بالدارجه. استافدي مني مادام انا خرجت كنعاود في داكشي اللي ضرني وداكشي اللي دزت منه، وما نبغيكش انا تدوزي منه. اكيد. انا ما كنطلب منك حتى شي حاجه. كتقرا يلا يكمل عليك اي حاجه كديرها، الله يكمل عليك. غير هي عارفي راسك بانك غادي تكوني بوحدك وعايشه بوحدك، مع داركم غتكوني هانيه، غديري صاحبه غتمشي انت وياها في هلاك. علاش؟ لان ملي كيكونوا جوج تكون تاليتي هما الشيطان. بصح. والحمد لله انا ديما صريحه، بنات اليوم ولاد اليوم راه كيعرفوا شنو كيدير، ماشي ما كيعرفوش شنو كيدير. والحمد لله داكشي اللي ما غاديش يعرفوا يدخلوا عندي انا القناه ديالي، كيما وحدين ما تكبروا ما حتى حاجه، كاين انا اللي ما شافونيش يدخلوا والديهم. بصح. وماشي تمن هنا في المغرب، خارج ارض الوطن كيهضروا معايا. عرفت التعاليق اللي ما عندهمش النمره ديالي تيكتبوا لي صافي خالتي نعم احنا راه ولينا كنسمعوك ولينا كنديروا داكشي، لان انا ما كنطلب منهم حتى شي حاجه. وانا ما درتش، انا ما عمرني بزناس، ما عمرني درت شي حاجه خايبه ووصلوني للحبس. ماذا بهم هما؟ يلا انا دارت بيا عندي 16 عام، ودابا تبارك الله كيعرفوا شنو كيديروا، ماشي ما كيعرفوش شنو كيديروا، وكلشي ولا متوفر في التليفون، كلشي ولا حتى التلفازه. علاش؟ منين يهضر معاك شي حد ولا تهضر معاك شي وحده على داكشي اللي داز عليها ودوك المعاناه اللي شافت، وسيرتو في الزنقه ورفقه السوق، وكتجلسي في القهوه كتكمي الله يعفو عليك، كتكمي مع هذا وتكمي مع هذا وتكمي مع هذا، كتهزي السل، كتهزو السدر، كتهزو البرد، كتهزو الريه،
انا ما نكميش مع بنادم، انا نخرج نمشي نتكريدي نطلبه، وما لقاكش تكمي نقول لك عطيني، ولو عارفك ما مريض ما والو، هادي انا. ولكن بالنسبه لهادو ديال 16 عام وديال 17 عام 18 عام راه يكذب عليك الكذاب اخويا، يقول لك اللي ما كيعرفش راه اللي ما عندوش النفس. شنو هما الحوايج اللي مثلا اختناعيه بحكم التجربه عندك، شنو هما الحوايج اللي كيقدروا انهم يجروا هاد الشابات مثلا اللي كاينين اليوم مثلا؟ باش غادي نهضر معاك صريحه اخويا، ما كاين حتى شي واحد كيجر شي حاجه، انا كنت وسط من المجرمات وما وليتش بحالها. غير هي هاد البنات اليوم تتصاحب مع الدريه، ها هي اليوم مشات هي وياها القهوه، وزيد عليهم بانهم ديما اي دريه تبان لك غاده، تعرف ديك الخطوات اللي غاده فيهم ابار على دارهم راجعه فيها، ديما تكون غاده عند الرفيق الصديق. راه الخبر في راسك وما تعرفوني انا كيفاش كنوجه هاد الرساله، هذاك الرفيق حتى هو تيكون ما عندوش العقل. علاش؟ لان دريه عندها 17 عام ودريه مثلا عنده 19 عام راه تيوقع الغلط، انا نصيحه حتى دوك العائله ديال الدريه ما يبقاوش يداروا في الدري، علاش؟ لان حتى هو الدري 19 عام باقي صغير، باقي ما شاربش عقل، باقي في سن المراهقه. ما تشد لك في يديه وخليتيه ديالو والفهم يفهم، شد لك في يديك وتردتيه عليه راه غادي يمشي غيشوف غير. فهمتي التجربه الاولى بلا ما تاخذها من راسك، شوفي غا الصديقه ديالك هي مع الصديق ديالها كيفاش كيفاش، لان هذا وقت ديال الضحك عليا. بصح انا ما غاديش نهضر غير على الدريات وندير الدراري، لا انا كنهضر على الدريات وعلى الدراري بجوج. علاش؟ ملي كيتلاقاو ما كيعرفوش، القيد مع ليسانس وشعل العافيه، وديك العافيه على من تتشعل؟ تتحرق والديهم والوالدين، تتحرق العائله، العائله ما تطرداش. وبنات اليوم انا كنوجهها لهم، مابقاوش كيخرجوا حتى برا ولاو تيضربوا ولاد جيرانهم وبنات جيرانهم، كاع ما كيخليو الدفوع يدخل من عند البراني، ولاو كاتبينها في دربهم ودايرين الشواغه في دربهم وملاقينا من دربهم. بغاو شي هديه تدخل برانيه ولا شي خطاب يدخلوا برانيه، وكتلقى والديهم كابرين خوت بحال والدينا. وهادو بنات اليوم وهادو ولاد اليوم اول ما كتنوض كتنوض مع ولد جيرانهم، اول الدري ما كينوض كينوض مع بنت جيرانه، وهذا الشيء راه ما تزناش فيه حنا. شنو ربما في نظرك شنو الاسباب ربما اللي ادت لهذا الشيء بحال الشيء اللي ولا دابا اختينا؟ هذا الشيء اللي ولا دابا كاينين ثلاثه ديال الاسباب، وسمح لي الا هضرت معك صحيح. مرحبا مرحبا. اول حاجه كتكون الزيغه، ثاني حاجه الظرافه، وثالث حاجه قله النفس، هذه هي الاولى. ونزيدك الاولى عاوتاني اللي فوق منها ثلاثه وغتولي هي اربعه، البليه. ونرجع لك البليه تاهي راه عندها النفس، انا البليه اللي تخليني غادي نجي نجلس معاك انت. وطيح عليا الدل وتهضر حتى الهضره اللي ما نتقبلهاش انا ولا بزاف، ما عندي ما ندير بها، نمشي ندير انا درهم ديال الشاميه ونبيعها وما نبصركش انت، ونشد فلوسها ونديهم وندير بهم. ولكن لا، بحال دابا نعطيك حاجه قليله، شحال هادي كانوا كيطالبوا بالشبيبه وبالرياضه الكره الذهبيه وهادي وهادي، راهم دابا خاويين، والقهاوي في هاد كورونا هادي الناس كيسدوا في قهاويهم وكيطايفوا مع عباد الله باش يخرجوا، مع الدريات والدراري باش يخرجوا، والجوامع والشبيبات ياك خاوين. متفق معايا على هاد الهضره؟ بصح كما قلتي انت قلتيها بالدارجه. اللي كيفهموا انا راه تعرفت الشباب يعني لا انا معاك انا معاك غير دابا انا راه كلشي عارفني ما قاريهش وانا لا بالعكس انا ما قاريش. شوف اختي نعيمه شوف بحال دابا هاد الشغل جينا عندك شوفي باش نوصل، حنا ما جينا عندك الحمد لله الا كاين واحد واحد تلقح ديال الافكار ما بيناتنا، يعني بالعكس انت بالعفويه ديالك هي اللي خلاتنا حنا نجوا عندك، هذيك العفويه اللي فيك انت خلاتنا نجوا عندك، بالعكس بحال كندرتشو دابا والمشاهدين ديالنا كيشبع، كاين اللي غادي يستافد، كاين اللي غادي غير يتفرج، وكاين اللي غادي يستافد غياخذ بعض الايجابيات كما كنقولوا. بالعكس غير يستافد راسه. هذه اللي بغيت نقول لك اختي نعيمه. يلا دابا انا نقول كيف ما كنقول في القناه ديالي، ابار على ديك الام اللي حداك وداك الاب اللي حداك وديك الاخت اللي حداك اللي خدامه عليك. حيت انا عشت مع الدريات وانا كنشوفهم وكتشوف فيهم حتى عمرك شي دريه خدامه مثلا ب 60000 ريال الشهر ولا ب 17 عام؟ علاش؟ حيت عندها خوها مبلي هاز خوها تتولي تعيط به وتيوقف كينوض الصباح تيوقف تقول لي بحال هو كله ديالو. انا شحال انا في القناه عندي تنقول الامهات والابات ما يبقاوش يتعاطفوا، ديك العاطفه ديالهم خرجت عليهم، مساكن يديروا القرعه تشريو لهم الماطر يشريو لهم السبرديلات ما يخليهم يديروهم في الاخر كينوضوهم البوليس مع جوج اللي جاو ولادكم شدودين، شريت لك موطور بالكريدي باش تدور به وتمشي به واخا انت ما خدام ما ردام، في الاخر كيوليو معيطين لها رجال الشرطه احتراماتي اليوم اجي راه شادين ولدها على السارقه، يعني ما كانش هو مركب شي حد من موراه. يعني كيولي واحد خرجار. لا ما كان ما يجروش
انا ما كنتفقش مع هادي ديال كيجرب. لا يعني مثلا انت ركبتي معاك في الموطور عارفو اش كيسوى. لا حيت بعض الاحيان انا معاك اختي نعيم، غير بعض الاحيان كيكون داك الانسان كما قلتي داك اللي راكب ورا مثلا راكب واحد الطريقه عفويه مثلا. بحال دابا نقول لك هاد الشغب اللي طرا ما بين رباط وفاس شكون اللي دمر؟ الوالدين. وشكون اخر؟ الوالدين و راه الدوله. الدوله الامن. الدوله حتى هي. وانا كنحيي واحد السيده ما كنعرفها ما والو، لانها سيده عيطت في الشهاده تي في احتراماتي لهم وبداو تيقولوا قصير ما قصير، وقالت لهم ماشي قصير حيت انا كنعرف القصير هو اللي شاد الرداعه. هاد الولاد اليوم ما كاينش قصير، هو قصير وكيطول المشكل اللي كيديروا. صح، حنا كنا مرضيناش على هادشي اللي وقع. صراحه ما مرضيناش. وما دابا دابا انت تبغي تكون ولد دربنا. انا كنشوف الصحفيه ما كنعرفهاش، كنشوفها مسكينه مخبيه وقف عليها في جنويه بونيرا، هذيك ماشي جنويه بونيرا، وقف على اري تليفون داه لها والتليفون ماشي ديالها. وملي كنقول الناس هذيك الصحفيه تليفون راه ماشي ديالها راه ديال الشركه، كيقولوا لي لا ديالها، لا تليفون ديال الشركه وخدامه فيه جي بي اس وغيشدو، ولكن شوف الجرأه فين وصلت وغادي انت للعاصمه. انتما ما مقرتو حتى شي حاجه. انا اللي بغيني يبغيني واللي كرهني يكرهني. حنا الوداديين ما عندناش هاد سميتو، ما عندناش هاد الفكره، مدين الشبهات بالوينز وداك الشيء، ولكن فيما مشيتي كاين حجر وطوب. ولكن في نفس الوقت هذه كما قلت لك حنا جوج ديال البوليس، هذا الماتش ديال اللي داز دابا غيقول نعيم بنادم تتكذب ولا تتخاف. انا ما تنكذبش وما تنخافش. جوج ديال البوليس اللي مصورين عندي في القناه هما اللي كلموا هاد سميتو، هاد سميتو كوكا مع من لعبنا الوداد راه قنفت انا. هاد الزمالك. لا هاد المباراه هاد الزمالك اللي داز هذا اللي سجلت. جوج ديال البوليس هما اللي دايرين. علاش؟ حيت مدوخين، حيت حنا منين جاو زعموا شحال هادي داروا عليهم عطاوهم شهرين، قالوا قصيرين، منين خرجوا عاودوها خرجوا ضربوهم بخمس سنين، ما كاينش قصيرين. انا متفقه معاهم. او حتى كرسي لاصق في بلاصتو طيرتيه بالتطواره بقى غير البشر. وديما انا كنقولها لك وانت انت غتكون متفق معايا، راه الشعب اكثر من البوليس. ولي كيحس بنفسه اختي نعيمه هو ديك الصوره ديال داك الشاب اللي حيد رجل القوات المساعده، حيد ليه اللبسه ديالو لبسها، حيد ليه اللبسه ديالو. هذا استهزاء. كنقسم لك فمي بالله ويشدوه تيصبنوا فيه وتيعيشوا كيف كلاب. انا اللي كنت نشوفهم. صراحه انا بكثرت 48 ساعه. كثرت 48 ساعه جمعوا عليا دواسا قد هكا جالسه، حتى جاو دخلوا رجال الشرطه هزوني داوني قالوا لي زيدي تخلصي على 48 ساعه. وشفت فيها العجب. ماشيش انت البوليسي اللي غادي وجالس عليه يقول انا مرده، توصل انت المرده. دوز داكشي اللي دوز المرده. يعني بصح انا كاع ما خاصني نقولها. غادي البوليسي تيجري وتابعينه. انا كون شديته ولد درب انا نغزو بسناني وتما تما الموت. اش هاد اللعب هذا؟ حيت هزو الصوره ديال الامن. دابا ولا تيدوز عندنا. انا دابا واخا ناخذ الدق، انا ما كنقصد حتى شي واحد، انا كنهضر على الفرقه اللي تابعه انا وانا وداديه والمالك ودادي. الوداد ما بقاوش كيديروا هادشي، مدين الشبهات بهادشي ديال الوينز ماشي حنا. حنا في المدينه القديمه ما بقاش عندنا هادشي. الملك الملك الحمد لله الله ينصرو، الملك ديال الشعب كامل الفرقه كلهم ديولو. غير دابا كما قلت لك اختي لا لا كانت بحال هاد الفرقه بحالك انا كنوجه لك اسيدي هذا المنبر، راهي تصورتك السالف ما بقا تعرف حتى حد. انا ما كنخافش كنقول الصراحه. وبحال دابا اش من وجه هاد باش واش دابا حنا ما حيلتنا الناس بعضياتهم، ما حيلتنا الماكله والشراب، ما حيلتنا الهادي، ولا دابا الرباطه ما سيمانه باقي ما فكوش. يا باقي ما فكوش، باقي ما تفكاتش دروينه. وبقات فيا انا ديك الصحفيه كبنت مع الور على هذا الحسب، ما يبقاوش يخرجوا الصحفيات. واخا باش نرجعوا حيت هادي من ضمن القصص. وهذا انا نقول لك هادي عاوتاني شكون؟ انا غادي نعاود نرجع لهضرتي لانني انا لا اخاف، انا احترم واقول داكشي اللي كيشوفوا عيني. هادشي راه دابا داروه في الاخبار، قالوا قصيرين. على قصير غيدير هادشي؟ قصير باقي شاد فمو. حنا كاع اللي غادي يمس بالسلامه ما يخرجش للزنقه. لا كاع اللي غادي يمس بالامن والسلامه ديال البلاد وديال المواطن ما كاينش فيها قصير، كاين فيها يعني. وهو الدري مسكينه وراه يلاه دا وصلوا، راه جا ضرب معانا هنا سيمانه باش ما يحضرش الماتش، جا نهار الماتش من رباط ملتقى بهم سميتو نبيل، راه باقي كاع ما وصل يلاه دا كوكا، جا عندنا يا كوكا باش ما يحضرش الماتش. ملي قلت له علاش؟ قال لي لا تنوض شي مشاكل ولا تنوض شي حاجه ونولي غادي للحبس. شرا راسو شرا سلامته. صح. واخا باش نرجعوا للموضوع ديال نعيمه. نعيمه
كيف ما قلتي يعني دابا عطيتي واحد الرسائل عاود حنا بغينا نعرفوا نعيمه اشنو اللي تخيل فيها يعني من اللي خرجت مثلا واحد العالم ديال كيما كنقولوا بين قوسين ديال الاجرام وديال الادمان الى غير ذلك. نعيمه الان ملي دخلت العالم في السوشيال ميديا ولو عندها واحد المتابعين ولو عندها الناس اللي كيحترموها الناس اللي كيبغوها الناس اللي كتبغيهم شنو هو اللي تغير في نعيمه؟ تبدل فيها بزاف الحوايج. هاد الناس هادو اللي داخلين عندي واللي كندوي معاهم واللي تعاملوا معايا وكيضحكوا معايا وكلهم المغاربه اللي خارج ارض الوطن حتى الناس من الشينوا انا ترجموا باش يسمعوني اشنو كنقول. انا دخلوا عندي مغاربه معاهم شينوا هما تيهضروا وانا كنهضر وما كيترجموا ليا. بدلوا فيا بزاف الحوايج. علاش؟ حيت عندي النفس. ما كنت محتاجه لا الطبيب ما كنت محتاجه حتى شي حاجه. كنت محتاجه غير الانسان براني ما كيعرفني ما كنعرفه. انا عندي صح. بزاف عندي صفاء كنوجه لها تحيه هي وهشام وماما كتعيطش ليا انا ماما صفاء نعيمه مع عندها هي بوحدها كتعيط ليا بنتي. عندي خالتي لطيفه عندي خالتي لطيفه الجمري راه مريضه كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يجيب لها الشفاء. عندي الحاجه القزاويه دو راه والدين قدي كنستافد منهم الحمد لله كاع اللي كيتفرجوا كيعطوك نصائح ديال الوالدين ماشي كيعطوني نصائح ديال الوالدين. دخلوا شافوا نعيمه تعرفوا شنو بنعيمه تعاطفوا معايا تعاطفوا معايا بالهضره الزوينه وصيفطوا ليا وتيقولوا لي نعيمه اللي بغيتيها عيطي لينا وقوليها لينا. كنعيط لهم في الاستطاعه ديالهم تيصيفطوا لي ماشي في الاستطاعه ديالهم ما عندهمش يقولوا لي مره اخرى انا كنتغير وكيبقى فيا الحال. كيفاش وليتي كتحسي دابا؟ وليت كنحس براسي بخير ما بقاش عندي الوقت انا فين غنخرج نهضر مع بنادم زوين مع بنادم الخايب. حسيتي بمسؤوليه اختي؟ عندي مسؤوليه وديك المسؤوليه اللي هزيت على كتافي كتضحكني وكتعجبني وفرحاتني في قلبي. علاش؟ وكنتي راه هزه فوق من ظهرك مسؤوليه اخرى. هزه فوق من ظهرك ديالاش؟ مسؤوليه ديال انك انت دابا وليتي هي الصوره ديال واحد الانسان اللي باقا كتفكر انها دير شي حاجه ولا شي وحده اللي غاده في هذيك الطريق. وليتي انت اللي هزه لا وليتي انت هزه ديك الصوره ديال دوك الناس انت مثلا كنقولوا قدوه بهذا المعنى هذا. وانا ما بغاش هادشي راه جا بالنفس. يعني هذه مسؤوليه كتسمى. هادشي راه جا بالنفس. وعاوتاني خاصك هذيك الزنقه راه خاصك تكوني فيها شديده. لان الزنقه راه فيها وفيها. وانت راه الحمد لله انا نقول لك فوجك باش ما نقولش كذبت عليك هضرتي ليا كنصلخ الرجال. الا ما كنتيش غادي تبدي براسك سيري كطيبي كوكو تحت امك وسيري شدي تيقارك وجلسي. راه حشومه هادشي اللي غاديين فيه. ولكن حتى هادشي هذا نقدروا نقولوا اختي نعيمه واللي ما عندهاش العقل اللي ما عندهاش العقل واللي ما ذكياش واللي ما واعياش وداك الشيء بحال راه دخلت عندي دريه عندها 15 عام البارح يا الله راه سطاتني. مخالتي انا ما عرفتش هاد الحاجه. وهي تقول لك امي بقيت شاده مع الدريه الخاطر وبس زاد اللي زاد فرحني هي هضروا معايا والدها حيت انا غندخل عندي عندك 13 عام 14 عام ما كنتقبلهاش. حيت قاصر باقا قاصر. ملي كتهضر معايا كنقول لها الحبيبه ديالي دوزي لي الام ديالك ولا الاب ديالك تعا كيقولوا لي انا عايمة احنا. كندوي معاها صح كندوي معاها الحمد لله كتمشي على الهضره ديالي وما باقي دابا تيهضروا معايا. كتصنت. كتصنت ليا كيدخلوا عندي كما كيقولوا كاع كما كنقولوا باللغه ديالنا تيدخلوا عندي حاقدين على البليه. وكتهضر معايا انا نيت وساعه عاده باش كتكمل الكلمه اللي باغا تقول. علاش؟ لانها مخدره. والحمد لله عندهم النفس. يقدروا يتصنتوك انت عرفتي علاش اختي نعيمه؟ كيقول واحد مثلا مغربي كيقول لك سول المجرب سواش طبيب. لا تقدر الام ديالها والاب ديالها ما تصنتش يوم وكاين واحد اللي مجرب وما كتعرفوش تقدر تصنت. راه كيدخلوهم عندي تيقولوا لهم دخلوا عند نعيمه. هادشي اللي قلت لك. وكتعيط لي الام وكتقول لي نعيمه هاكي بنتي. وكنبقى نهضر معاها نعيمه هاكي ولدي. وكي كتحسي براسك؟ كنحس براسي عندي مسؤول. قلتي شي من شي حاجه زوينه؟ لا ملي كنحس بهم بانهم داروا داك الشيء وهما ما كنتيقش بهم. حتى كيعاودوا يدويو معايا والديهم من وراهم وتيقولوا لي الله يرضي عليك نعيمه كاينه اللي كتبكي وما كنكذبش هذا الشيء عندي متوثق. كنعرف راسي بانني درت شي حاجه وملي تيقولوا لي نعيمه شنو بغيتي كتحسي بافتخار. ملي تيقولوا لي نعيمه شنو بغيتي ولو انا محتاجه. ملي تيقولوا لي نعيمه صيفطوا لك لي كادو هادي وهادي شنو بغيتي تنقول لها بغيت رحمه الوالدين حيجتي اللي غنلقى تما. حنا كلشي ناخذوا عليه الكادوات كلشي نتخلصوا فيه حتى الحسنه ما نخليوهاش في شي مع الله. انا ما باغا حتى شي حاجه ملي كنطلق بحال هاد النصائح هذا يقول لي بنادم صيفط لك ما عندي ما ندير به. واخا نعيمه اختي ما فكرتيش من غير القناه ما فكرتيش انك ديري شي جمعيه مثلا قالوا هذه الناس هادو الفئات. كنشكرك على هاد السؤال. انا الجمعيه ما عندها ما غدير بها حيت انا الجمعيه غنجمعها مادام انا ست شهور خارجه وخرجت بزاف ديال انترفيو سيرتو الانترفيو ديال هذا سيرفانت كاب
وما عيطتوش عليا حيت عرفتوني انا دغري غنجمعكم. علاش؟ انا ما باغا حتى شي حاجه، انا باغا شي بلاصه يكونوا فيها الدراري ويكونوا فيها الدريات، حيت هما كيطلبوها ليا. راه مزيان اللي درتي، راه غتلقى في التعاليق هاد السؤال هذا اللي سولتيني. مزيان منين سولتيني، انا بزاف كتبين ليا في التعاليق. حنا بغينا كنعمه ديري جمعيه، واش العمل ما شراتش لا خبزه ما وراج راجلها ما عندهاش منين تقولوا لي ديري جمعيه، كي غادي ندير هذه الجمعيه؟ انا نفهمك اختي نهي، نقول لك اختي نهي، المقصود ديال الجمعيه نفهمك اختي. دابا الجمعيه هي انك مثلا انت واحد الفكره مامنه بها، الفكره اللي مامنه بها شناهي؟ هي واحد الفئه في المجتمع اللي كتعيش واحد الظروف صعيبه، صعيبه بزاف، كتعيش ظروف ديال الادمان، كتعيش ظروف ديال السجن، كتعيش ظروف. هاد الفئه هادي كنقول لك محتاجه لواحد الناس، حنا احترامنا للجميع، الناس اللي تبارك الله اللي هما شخصيات وازنه، ولكن كما عاودنا نقول نرجعوا للمثل اختي نعيمه، سول مجرب لا تسول صغير. واحد الانسان دابا اللي مجرب ملي كيمشي لواحد الدومين كيعطي فيه اكثر من واحد الانسان اللي ما مجربش. فهمتي شنو نوصل لك دابا؟ بالعكس دابا ملي كنقول اختي جمعيه بزاف ديال العيالات كيعيطوا لي من برا وهما باقيين كيهضروا معايا والدريات تيقولوا لي انا عام بغيناك تمشي، الناس تيكذبوا على الميتين، بغيناك انا عام ديري جمعيه وحنا نعاونوك انا عام وجلسي وهضري، ولكن شكون اللي غادي يسمع لك؟ انا السيده انا دافعه لاداره السجون منين درت مع منين دزت مع سميره واحد انسانه في انترفيو بعدا تصبنت وتجففت الناس اللي عندي ما بغاونيش نمشي، غير جاب الله هذاك الانترفيو لقاتني شديده زدت في شي قناه ومهم الناس ما بغاوش. وعيط السيد مدير اداره السجون ما عمرو عيط وقالها والله في مطلق، وقالت انا ما عمرني عيطت وما عمرني دخلت لهذا البرنامج، عافاك الا ما عطيت نعيمه النمره ديالي. قلت لها عطيني النمره ديالو بحال ما عرفتش شنو قلت لها. علاش؟ حيت انا من الداخل ديالي ظريفه، انا ديما كنقول لبنادم تنقول له انا راه الا ما كنتش دايره الفاني دوعف عليا الله دابا منو، راه ما كنهضرش. دابا انا كون مشيت عندها كون قاد دي طروا هذوك سيريت بموطور ومشيت عندها لا هي انا شاركتها غنشدها من هنا نقول لها راه النمره غتعطيها لي. ودابا راه كنهضر معاها في التليفون بلاتي احسن عطيني النمره ديال السيد، لان العالم كله تيتفرج وتيقول لك عطينا عامه النمره، حيت انا دافعه لاداره السجون وتا هما ما بغاوش يصيفطوا ليا. وهاد السيد قال لي انا مدير ديال اداره السجون انا عما انا غنوقف معك، ما عرفتش عطيني النمره. علاش؟ لانني ورساله من هاد المنبر هذا رساله واللي ما عندوش اشتقاره. انا اشتقاري من ناحيه جيبي وداك الشيء، اما من ناحيه داك الشيء اللي في القلب ديالي وداك الشيء اللي في العقل ديالي عندي القناه ديالي تنطلق فيها اللي بغيت. انا هي الانسان الا دخل بنادم تعايرني شي هضره ماشي حتى اللي تيخرج يضحك، حيت تنصبنو تنصبنو بواحد الطريقه فنيه تيسالي لايف ويضرو ضميرو. علاش انا قلت النعيمه هكاك؟ يعني كتأدبي بواحد الطريقه هادو اللي كيكونوا يعيروا يلاه داخل اول لايف. علاش؟ لان كاينين شي محتويات كما هضرتي انت يا الله قال يوم من عندي انا بعدا والله الله ياخذ الحق صحابي طروتيني اليوم ضحكتي انا عرفتي علاش بلاتي غير دابا حيت صراحة قال لك شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك، قوت لك الضحك بالدارجة كنقول. غير مشاهدينا الأوفياء، غير نعيمة اللي كيعجبني فيها الحمد لله هو العفوية اللي فيها، وكتكلم بواحد الطلاقة بواحد العفوية ما اللي جميل. اللي جميل هو أن الحمد لله كتموت على شي حاجة سميتها الملك وسميتها الوطن، هادو هما الحوايج اللي كيعجبونا في نعيمة الحمد لله. وكتحترم المؤسسات ديال الدوله، وهادو هما الحوايج اللي صراحه هما اللي شجعونا اننا نديرو مع نعيمه هاد الانترفيو هذا. اذا نعيمه فكنتمنى انكم تقبلوها بالعفويه ديالها بالطريقه ديالها، كتكلم مسكينه من القلب ديالها بكل صراحه، فنتمنى انكم تسمحوا لي انا راه صريح. انا في القناه ديالي كيبغوني الناس على قبل الصراحه ديالي ماشي على قبل شي حاجه، ملي كنقول شي حاجه تنقولها من القلب، وتنقول شي حاجه اللي شفت وانا بنت المدينه القديمه. عندنا قديمة الحمد لله راه كبروا منها ناس شكون وشكون، راه تبارك الله راه وصلوا للبلاد فين، وفي نفس الوقت كاينين فيها واحد العناصر كانوا فيها في واحد الوقت راه استفدنا منهم، راه الدرب اللي ساكنه فيه تبارك الله راه اللي كانوا شادين وكما كيقولوا ولاد اليوم انا غادي نحكم الدرب وداك الشيء راه كانوا حاكمينه بالرجوله الحمد لله، راه كيشوفونا عما كدير شي حاجه ماشي تالي تعيط ليا منهم انت، ما كنتيش كتعيط ليا كتقول لي انا عما سيري تريني سيري ديري سيري فعلي، راه انت في وجهك ما غنكذبش. صح حيت انت بنت الناس اختي نعيمه. الله يخليك انت ولد الناس، الله يرحم والديك ويرحم خويا احمد في هذا النهار يا ربي ويرحم جميع محمد. اذا رسالتك اختي نعيمه، رسالتك دابا للمغربيات بصفه خاصه وجميع الشباب. انا رسالتي للشباب والشابات، لان المغربيات الحمد لله راه جالسين
راه اللي والده شي واحد الا باغي يخرج فيها العجب. انا تقريبا انا الصريحه شحال من مره مسكينه ما كنعرفهاش، وملي كنعرفها كنعرفها المراه مستقيمه، كنعرفك في الحمام وكنعرفك عند مول الحانوت وفي شي جنازه. ودابا مسكينه وليت كنشوف شي واحد ماشي حتى اللي هي حتى كتبان لك مسكينه خارجه والكبده ديالها باغا تجرها وديرها هك. هذا باش كنعرفوا بانه ولدها صح. وشي وحده كتلقاها عيشوريه من دوك العيشوريات وكديرهم كاملين، ملي كيبان ليا شي واحد هنايا بالدولار كيبان ليا الحيتو تاني هنا وكدا باش نعرفوا ولدها. يلاه فهم الفهم. دوك الناس الزوينين هما اللي كيتقرفصوا، هما اللي كيمشيو للمحاكم، هما اللي كيمشيو للكوميساريات، هما 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 هما. ودوك اللي مفروحين اللي ولادهم كيشوفوا فيهم اشنو كيديروا من الصغر وداكشي ما كتلقاهمش في الكوميساريات وما كتلقاهمش في المحاكم. الفاهم يفهم، حيت حنا شعب مغربي، اذكى شعب في العالم هو المغربي. بصح. هما غادي يعرفوني فين هضرت. الحمد لله. علاش ما كتمشيش؟ حيت ولداته ترجل راه حداها، ما ترجل سير الحبس يرجلك. هاد الناس ديال دابا لا، وتا ديال شحال هادي مساكن عندهم العاطفة، ما كيخليو ما كيديرو لهم. تيقول لك أنا ولدي بغا سرفيطة ب 30000 ريال 20000 ريال نتسلف ونمشي نشريها ليه باش ما يديرش حاجة خايبة. أنا ولدي هادي، أنا ولدي هادي. واش الناس اللي ولاو يتسلفوا الملايين مليون مليون وأنت ما خدامة ما ردامة، كتشري دجاجة كضربها على ربعة المرات، كطريبي في خدو عنق في خدو قنصة، فهمتي؟ سدر وجنح. صح. ومسلفة وفي الأخر احسن كوميساريه كتعيط لك اموتي، كتولي مسكينه جالسه. راه هذاك هي فاش كاينوا هاد الوالدين المرض، هذاك هو العصب، هذيك هي المحنه ديال الحياه. حيت ملي كتجلس بكا، انا درت على نعيمه، نعيمه بغات تصدر ديالها خديتها لها، نعيمه بغات هادي غير باش تجلس. ولا منين خدات النعيمه داكشي طارت فروحت. منين باش يقتلوني منين تهضر تقول لك عندو 18 عام باقي صغير. 18 عام في الشلح، في الشلوح شحال هادي، راه ولدو خمسة. بصح. يعني كاين خطا ديال الوالدين بعض الخطرات. كاين خطا ديال الوالدين، انا كنعذرهم ولكن انا كنقولها لهم في القناة، انا كنقولها امي ابي، ديك العاطفة اللي غتخرج ليا على بنتي ولدي ما عندي ما ندير بها. سالينا كنقول شوية الصرامة شوية. كنقول لهم زير. انا وحدة معيطة ليا في لايف والناس العالم كلهم كيشوفوا، قالت لك انا ولدي كيدير كيدير وعاد كتعطيه 2000 درهم في النهار. قلت لها ولدي ديالك انت وياه انت اللي خارجة عليه، بقى كلشي يضحك، دخلت هي تضحك. ويلي نعطي ولدي 40000 في النهار، منين حطيت لها اش كيدير ديك 40000 ريال في النهار بدات تتبكي. قالت لي بحال جالسة معاه العين دياب هنشركو فيكش دقيق الدرية شي كسيدة حتى هي بحال سالتها لدارهم في الاخر تيكملوا. هادشي كلشي ولينا كنعيشوا فيه. ولاد اليوم البارطمات والبلية والدريات وقليا السم بحال العيالات، ولاو تما الطوانق وليميش، ومو كتكردد وهو جالس وداير الطانقة، وخو يشوف فيه، ختو تشوف فيه، خالو عيط في التليفون قالها لمو، العائلة معزينة كلشي مفاهم، كتعيط تنشرها بحال أنا كيما منشورة أنا وياك دابا. هو كيقول أنا هو اللي كاين ما كاين تحت. وحدة تاهي مقاقبة عينها خارجين سادة على ما في الكوزينة، كاين هنا الجيران والعائلة كتخرج للميدان هنا حاطة سيني عليه بحال اللي درت لأمي. ملي تقول لها ملي كانت تقول لي جلسي أنا راجع عندنا الناس أنا مقاقبة، ومنين حطينا داكشي كلشي البغري التفصيل ديال البغرير ديال الحلوة ديال كلشي باقا نعقل عليه ديال المسمن، خاصو هو اللي يدخل عند الميدة. الناس جالسين في البيت وخرجت أنا الميدة، حتى خرجت أمي قالت لي خرج، خرجت الميدة باش ندير فيها الطباسة القرقبة وكنحلف راية تقليد عليا. يا الله انا تفكرتها وانا مقاده وكنحلف لها والله ما دايره شي حاجه امي. هالعار انا عيما رجينا عندنا كانت عندنا واحد المناسبه مرت خويا ولدت صافي، رانا عيما كتشقى حيت اختي الاخرى راه كنت عارف راه الصديق ديال الزوج ديالها راه مجوجه. ايوا منين صوبت هذاك الشيء كتسنى فيا امي، جلست متبته بحدا عباد الله، هي انا عيما غادي تدخل هذاك الشيء. والناس جالسين وانا هزيت الميدا خرجت السطح حطيت في هذاك الشيء وجلست بوحدي. يا الله أمي مسكينة تتكردد وتتبكي، علاش؟ لأنهم هادوك اللي في العائلة عارفيني بأنني مقرقبة. ولكن بداو تيضحكوا واش غادي يدير؟ صح هو يا مسكينة هما راه بداو تيضحكوا، ولكن أنا أمي راه بدات تتبكي. مسكينة ما تقبلتش. ما رداتش. كنا جايين عندكم أنتم باش ما رداتش. علاش أنا هادي راه ما تضحكش، هادي راه واحد النقطة من البنادم ماشي يدير النفس. أنا راه صح على الدراري ولاد اليوم وبنات اليوم راه لا ما عندهمش النفس. وتبارك الله وصلى على النبي. كنشوف شي دريه وشي دري تبارك الله الله يحجبهم عندهم نفس مربي راسهم براسهم مربيون ريوسهم بريوسهم، تيشوفوا غير الصطافيطه في التلفازه ما تيخرجش. والله يرضي عليكم هذوك راهم اصحاب النفس.
بحال انا كنشحال من الدري نقيتي يوقف حدايا كيستهزئ به شي واحد حيت هو ظريف ونقي ما تخليهش يوقف حتى في الدرب حداه. شنو هذا كيدير؟ شنو هذا اللي تراهم قبلو؟ لا تعرف شي لباس، لا ذاك راه ولد دارهم وعندو النفس شحال. واش متعرف بالعكس؟ صح لا انا معاك انا معاك. انا صريحة. لا بالعكس انا كيبغيني بنادم على قمة الصراحة. انا معاك اختي نعيمة. هو تيقول لي سير انت راك ماشي راجل. انا واحد الدري ولد الدرب عندنا هنا هو تيعرفو كوكو الدرية يلاه دخل مسكين الحجاب ما عندوش شي 18 عام تيبداو يستهزئو بيه. تنخرج ندخل في الطولو عرفت سيرتو لا كنت نسجل بشي حاجة. ها حيت كيلب الجلابة وتيدير الطاقية وهادي تيبدا لا شو هذيك الصندالة ديالو انت على ديك السبل ديال لابسها انت خدام انت راه شاريها لك امك راه الماكلة اللي ولينا اللي كتاكلو بالكريدي. هو واقف راس الدرب حاضيها فاطمة دات الخبز ها ابراهيم غيتباع حليمة ها حليمة مشات عند خدوج كاع المقدم اللي جالس في المقاطعة والله ما يعرف داكشي اللي كيعرف هذاك اللي مسالي وشاد راس الدرب. لان الحديث شيق مع اختي نعيمة وغادي اكيد غادي ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد البرنامج ان شاء الله من خلال قناة مغارب نيوز ان شاء الله وغادي نشاركوا معنا ان شاء الله الاخت نعيمة ان شاء الله يعني بطبيعة الحال بعد الموافقة ديال الادارة ديال القناة ان شاء الله واكيد ان شاء الله غادي تقبل هذه الفكرة حيت هذا هو الفكرة اللي كاينة ان شاء الله وغندوزوا حلقات مع اختنا نعيمة ان شاء الله ومع حالات اخرى. علاش؟ باش نسلطوا الضوء على واحد الشريحة من المجتمع اللي صبحات منبودة وهذا خطأ خطأ كبير بزاف. والدليل هو أنه قائد البلاد الله ينصرو سيدنا الله ينصرو اللهم آمين سيدنا الله ينصرو فدار مؤسسة سميتها مؤسسة محمد السادس للإدماج. علاش؟ باش يدمج هاد الفئة في المجتمع وعوض أننا نبقاو مقابلينها ونوفروا لها واحد طاقات أمنية وموارد مالية وما إلى غير ذلك فنحاولوا أننا نصلحوا ديك الفئة ونجعلوها صالحة للمجتمع عوض ما نكونوا حنا حاضرين معها تولي بالعكس تولي هي فئة منتجة وتنتج لنا واحد العناصر اللي تكون هذه فكرة كاينة إن شاء الله في القناة وأكيد إن شاء الله غادي تساعدوا مع اختنا نعيمة ان شاء الله ان شاء الله. اذا باش ما نطولوش على المشاهدين ديالنا الاوفياء يعني كما اقول دائما لكل بدايه نهايه وهنا سناتي على نهايه هذا البث على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر ومع اختنا نعيمة ان شاء الله اللي كنتمنوا لها كذلك التوفيق في المسيره ديالها ديال العالم السوشيال ميديا عالم اليوتيوب اللي اقتحمته وان شاء الله كنتمنوا التوفيق واكيد ان شاء الله غادي تنجح بهذه الطريقه اللي غادا بها ان شاء الله وبهذه العفويه اللي غادا بها وبهذا الحب ديالها للوطن ديالها والغيره ديالها على ابناء وبنات الشعب المغربي فان شاء الله غادا توصل وحنا غادي نواكبوا هذه العمليه ونواكبوا الطريقه ديال اختنا نعيمة ان شاء الله. اذا باش ما نطولش عليكم كان معكم مراسل مغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم من هنا تحياتي لكم جميعا تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحوا على خير. السلام عليكم.